أهلا بكم من جديد. مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا تتزايد مخاوف بعض الأهالي من إرسال أبنائهم إلى المدارس، خاصة طلبة الصفوف الأساسية الأولى والذين يلتحقون بمدارسهم لأول مرة. في التقرير التالي نسلط الضوء على كيفية استعداد طلبة الصف الأول تحديدا للعودة إلى المدرسة أو لذهاب المدرسة المرة الأولى وتهيئتهم نفسيا من قبل ذويهم، خاصة في ظل أزمة كورونا. عام دراسي استثنائي يواجه طلبة الصف الأول لهذا العام فرضته أزمة كورونا، إذ يلتحق نحو 50,000 طالب في الصفوف الدراسية الأولى وسط إجراءات احترازية ووقائية وضعتها وزارة التربية والتعليم ضمن خطة خارطة طريق عودة الطلبة للمدارس. تعتبر فترة التحاق الطفل بصفوفه التعليمية الأولى حدثاً انتقالياً هاماً في حياته، إذ ينقله من أجواء أسرته الأولى إلى أجواء أسرته المدرسية. ظروف استثنائية فرضتها أزمة كورونا لهذا العام الدراسي غيرت في معايير وأساليب التعليم كافة، ما استوجب جهوداً مكثفة من الأهل لتهيئة أطفالهم للدخول في المرحلة المدرسية بتثقيف وتوعية بالإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة. أسستها لأنها رح تطلع من مرحلة ابتدائية لمرحلة تأسيسية، وحتواجه يعني مراحل غير عن اللي كانت بكيجي 2، أحرف وأرقام وتهجاية، حتطلع على إشي أكثر من هيك. عشان ظرف كورونا فهمتها أنها لازم تكون في بعد بينها وبين الناس اللي تتواصل معاهم، أنها تعقم إيديها وتدير بالها على نظافتها الشخصية وما تخلي المسافة دايركت من شخص لشخص، يعني أنهم يكونوا كتير في تلامس بيناتهم. لازم أغسل إيدي أخلي معي هايجين لما أجي أروح على المدرسة. وزارة التربية والتعليم وضعت خطة عودة الطلاب إلى مدارسهم وفق بروتوكول صحي شامل، إلا أنه تباينت آراء الأهالي والمختصين الذين اعتبروا عودة الطلبة إلى مدارسهم قراراً مبكراً في ظل الوضع الوبائي الراهن ووجوب الاكتفاء بالتعليم عن بعد، والبعض الآخر أيد ضرورة التحاق الطلبة وخاصة المرحلة الابتدائية بمدارسهم لحاجتهم إلى تأسيس معرفي متبادل بين المعلم والطالب داخل الغرفة الصفية التي تعتمد على التواصل والتفاعل ضمن الأنشطة المنهجية. بالنسبة لطلاب الصف الأول، هلأ أنت بهاي الحالة مضطرة تحطيهم أوقات طويلة داخل الصفوف، بدك تحافظي على التباعد بين الطلاب، تتأكدي إنهم ما يستعملوا أدوات بعض. أول إشي هني مروا فترة كتير صعبة، يعني أثرت كتير إنه هني بداية مرحلة التأسيس، هاي المرحلة يعني أثرت عليهم. إحنا كنا متكلين صف أول تاني ثالث، هني أساس كل إشي، بعد هيك بننتقل بصير الطالب يعتمد على نفسه، بصير تلقائي يدرس من نفسه بمساعدة الأم. لما هسه صارت أزمة كورونا أثرت كتير على الولد، صار تدريس عن بعد كتير صعب، الولد بطل يتفاعل معنا زي ما كان يتفاعل بالغرفة الصفية. التركيز في الأسبوع الأول من دوام الطلبة على التوعية والثقافة الصحية وعلى برنامج المهارة الأساسية وإيقاف بعض الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، وهو ما أكدت عليه وزارة التربية والتعليم، هي ملامح العام الدراسي الجديد. ومعنا عبر سكايب المستشارة التربوية والنفسية دكتورة حنان العمري. دكتورة صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا في صباح المملكة. دكتورة، يعني نعلم بأنه انتقال الأطفال إلى البيئة المدرسية من البيئة المنزلية أمر لربما يكون صعبا عند بعض الأطفال وبعض الأهالي أيضا. هذا العام مختلف وتزيد هذه الضغوطات في ظل جائحة كورونا، ماذا على الأهل أن يفعلوا للتعامل مع هذه المرحلة؟ صباح الخير علي، وصباح الخير لكل زملائك في قناة المملكة الرائدة ولكل اللي يشاهدونا. بداية خليني أنطلق بالحديث عن هذا الموضوع، عن أهمية التحاق الطالب بالمدرسة واللي هو بيبدأ في الصف الأول الابتدائي إذا ما كان التحق قبل في مرحلة التمهيدي. كل التربويين بيحكوا إنه هذه الخبرة هي خبرة جديدة على الطالب، ولابد من الانتباه إلها بأنها تكون هي خبرة إيجابية ومحفزة، لأنه كمان الدراسات بتشير إنه 5-8% من الطلاب اللي بيلتحقوا في الصف الأول الابتدائي إذا لم تكن هذه الخبرة هي خبرة جيدة رح يأثر على تحصيلهم الدراسي، على تقبلهم للمدرسة، على النمو الاجتماعي والنمو الأكاديمي فيما بعد.
بالإضافة إلى أنه البعض منهم بتظهر عنده بعض الاضطرابات النفسية اللي ممكن تحتاج فيما بعد إلى التدخل المهني النفسي. السنة الدراسية الحالية هي سنة استثنائية، وأنا بهذا السياق بحب أهني كل الأهالي والطلبة والمعلمين، وإن شاء الله تكون هي سنة مبشرة، سنة دراسية مبشرة في ظل الظروف الحالية، بالرغم من كل التحديات اللي موجودة حاليا في ظل جائحة كورونا. لابد من أنه يكون في هناك توعية كاملة من قبل الأهل ومن قبل المعلمين والإدارات المدرسية لهؤلاء الطلاب عند التحاقهم بالمدرسة. نعم دكتورة، يعني شكل الأسر تغير. كنا نتحدث سابقا عن أسر كبيرة، عن عدد أطفال كبير، أولاد عم وأولاد خال، كان في تجارب وبالعادة يذهبون إلى المدارس معا. هذا العالم اختلف، ممكن يكون في طفل وحيد لدى العائلة، الذهاب إلى مجتمع مليء بالأطفال ممكن يكون مخيف للأهل وللطفل. بالتأكيد الذهاب، الانتقال من البيت للمدرسة معناته أنت تنقل الطالب من أسرة من نظام معين في طريقة في العيش إلى نظام آخر. هذا النظام في قوانين، في تعليمات، في انضباط، في دراسة، في وقت للحصة، في وقت للعب، في وقت للنشاط إلى آخره. فبالتالي التأثير أيضا بده يكون تأثير هو كبير على الأطفال من كل الجوانب، الجانب المعرفي، الجانب الاجتماعي، والجانب التعليمي، والجانب النفسي. هون بدنا ننتبه إحنا كأهالي وكتربويين أنها تكون هذه الخبرة هي خبرة جيدة بالنسبة للطلاب. يعني اللي بدي أحكيه مثلا أنه الأهل قبل ذهاب الطفل للصف الأول الابتدائي لابد من تهيئته للمدرسة، الحديث عن المدرسة بطريقة إيجابية، الحديث عن المدرسة بطريقة محفزة، حتى أنه يكون ردة الفعل عنده أيضا وقبول المدرسة هو شكل بالشكل الجيد. الأمر الثاني يقع على جانب المدرسة نفسها، من ناحية أنه يكون في هناك نشاطات معينة جاذبة للأطفال في دخولهم، عند دخولهم للمدرسة، مثل أنهم يعملوا مثلا يوم تهيئة للطلاب اللي بيجوا جدد. لكن في ظل جائحة كورونا هذا الحكي غير موجود، إحنا ما عنا في عنا تباعد اجتماعي، وقت الفرصة تخلص، في بروتوكول صحي وألزمته وزارة التربية والتعليم للمدارس بتطبيقه، وقت الفرصة أيضا انتهى، ما في تبادل أغراض بين الطلبة أنفسهم، ما في وقت يقضوه أيضا في ضمن مجموعة في اللعب، لأنه أيضا النشاطات الترفيهية والنشاطات الجماعية هي ألغيت. فبالتالي هذا هو ظرف استثنائي بمعنى الكلمة. نعم، وتحديدا في فئة معينة من الأطفال العنيدين، الأطفال اللي صعب إقناعهم والحديث معهم. يعني الله يعين المعلمين والمشرفين اللي بدهم يشرفوا عليهم، تحديدا تعاون الصف الأول. طبعا هي صفة العناد هي أحد الصفات اللي أحيانا بتكون في هذه المرحلة العمرية، لكن هون بيجي كمان بحكي وبأكد والله يعينهم المعلمين والأهالي في إنه في شرح الظرف اللي إحنا موجودين فيه بالنسبة للأطفال. يعني من الصعب أنا بحكي دور المعلم في هذه المرحلة هو في درجة عالية من الصعوبة، لأنه من الصعب إنه أنت تمنع الطفل مثلا بده يلعب مع زميله أو إنه يتبادل أغراض مع زميله في هذا العمر. لكن بوجود التعليمات، بوجود الإرشادات، بوجود النصائح حول السلامة العامة، يعني بده يكون في هناك ضغط كبير على المعلمين وعلى الإدارات المدرسية في هذه الحالة. هلا قضية العناد هي بدنا نحاول بطريقة أو بأخرى إنه نعالجها بالشكل اللي أيضا لا يجعل الطفل هو ينفر من المدرسة كونه هو لسه قادم جديد وملتحق جديد في المدرسة. فبدنا يكون في هناك طرق تربوية وطرق يعني للتعامل مع هذا الطالب،
حتى بالتالي نقلل من حدة التأثير الجانب النفسي والجانب السلبي على الطفل. يعني دكتورة وإحنا بنحكي عن الجانب النفسي والجانب السلبي اللي ممكن يصير مع بعض الأطفال، هناك وجهة نظر أخرى تقول أنتم حبكينها زيادة، يعني ودي الولد على المدرسة وزيه زي غيره. ودي الولد على المدرسة زيه وزي غيره، يعني أنا مش مع هذا الاتجاه. ليش؟ لأنه إنه الولد يلتحق في المدرسة معناته بده يكون في هناك درجة عالية من النضج الاجتماعي والنضج الانفعالي اللي أخده من خلال التنشئة الاجتماعية في المدرسة، في المنزل. شغلة ثانية، كثير من الدراسات بتحكي انه الاطفال اللي التحقوا برياض الاطفال قبل ذهابهم للصف الاول الابتدائي جنبهم الكثير من المشكلات النفسيه والاجتماعيه عند التحاقهم بالصف الاول الابتدائي وبالمدرسه. لازم نكون منتبهين لهذه المرحله بالدرجه الكبيره، لانه تاثيرها ممكن انه يخلي تاثير سلبي جدا على قبوله للمدرسه وقبوله للدراسه وقبوله للمعلمين والنظام الدراسي بشكل عام فيما بعد، وايضا ممكن يكون له تاثير زي ما حكينا على الجانب النفسي والاجتماعي بشكل عام. وممكن ايضا ان يكون علاج المشكلات التي قد تحصل مستقبلا أن يكلف الكثير. بدي أشكرك جدا على وجودك معنا اليوم، المستشارة التربوية النفسية الدكتورة حنان العمر، يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك. شكرا.